أهلا بكم. ما زالت يعني الآثار مستمرة في موضوع الأونروا، وما زالت المطالبات قائمة من اتحاد العاملين بوقف المضايقات المالية وصرف الرواتب بعد التأخر الذي جرى. كان هناك دعوة من قبل اتحاد العاملين لإضراب مفتوح، وكانت لهم مطالب متعددة الآن سوف نعرفها. ويعني الآن في تأخر رواتب ل28,000 موظف يعيلون ما لا يقل عن 150,000 نسمة، منهم 30,000 في الأردن. وكان هناك دعوة لي كما قلنا إضراب مفتوح، ولكن لاحقا تم التوصل لاتفاق فتأجل الإضراب المفتوح الذي كان مقررا في 2/12. ويعني ما هو صيغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وما هو المستقبل المطالبات، وخصوصا أن الاتحاد يتحدث عن مضايقات مالية وتأخر في صرف الرواتب؟ طبعا كل هذا بناء على الأزمة التي تعانيها الوكالة، وكالة الأونروا. وهذا ما سنتابعه مع الأستاذ رياض زغان، رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية. أستاذ رياض، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. أصدرتم بيانا حذرتم فيه إدارة الوكالة من الاستمرار في ممارسة السياسات القمعية الضاغطة على موظفي الأونروا بما يتعلق في أجورهم. مزيد من التوضيح من فضلك. مساء الخير على الجميع. حقيقة يعني بدأ نزاع العمل مع إدارة الوكالة بداية شهر تشرين الثاني الماضي، نتيجة يعني عدة مطالبات طلب فيها المؤتمر العام لاتحادات العاملين في مناطق عملياتها الخمس. وهذه المطالب كانت تتركز على إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وعلى فتح باب التوظيف لأبناء اللاجئين، وإعادة العلاوة السنوية المجمدة منذ نيسان الماضي بحيث تعود بأثر رجعي وبدون يعني تجزية أو بدون تأخير، ثم تطبيق قرارات مؤتمر بيروت فيما يتعلق بنهاية الخدمة وصندوق الادخار، وكذلك يعني عدم تجزئة الرواتب اللي نحن حتى هذه اللحظة لم نستلم فيها راتب شهر 11 أو تشرين الثاني الماضي. وبناء على ذلك تم الاتفاق على ذلك، ولكن تأخروا أيضا في صرف الرواتب. لماذا؟ يعني هل تواصلتم مع الإدارة؟ ماذا قالت؟ نعم، لأن نتيجة إزاء العمل دخلنا في إضراب لمدة يوم كامل، وانت أشرت في المقدمة إلى إضراب يوم الخميس، إضراب مفتوح. يوم الاثنين تم الدخول وساطات وتقريب وجهات نظر ما بين الاتحادات والإدارة من قبل يعني إدارة الشؤون الفلسطينية في الأردن ممثلة بالمهندس رفيق خرفان، وكذلك إدارة شؤون اللاجئين في فلسطين ممثلة بالدكتور أحمد أبو هولي، بالإضافة إلى ممثلي يعني اللاجئين في الدول الأخرى مثل لبنان وسوريا. وتم يعني التوصل إلى اتفاق ينص على إعادة العلاوة السنوية بأثر رجعي في موعد أقصى 30/3 من عام 2022، وكذلك تطبيق قرارات مؤتمر بيروت فيما يتعلق بنسبة توظيف المياومة بحيث لا تتجاوز 7.5% في كل قطر. أما الإجازة الاستثنائية بقيت موجودة، ولكن هناك تعهد من إدارة الوكالة ألا يتم تطبيقها إلا بعد التشاور مع الاتحادات ومع الدول المضيفة، وبالتالي لن تقبل أي دولة مضيفة أو أي اتحاد على تطبيق هذه الإجازة بدون راتب، لأنها ستعمل على تعليق الخدمات، وسيكون البديل عنها بشكل مباشر هي الحكومة سواء في الأردن أو في أي منطقة من مناطق العمليات، بالإضافة أنه لن يقبل أي اتحاد أو لن يوافق على ذلك لأنه سيضع موظفيه بدون راتب. الآن البند الأول يعني كان واضح المعالم، والبند الثالث متعلق بالتوظيف. اليوم نحن في الأردن عقدنا لقاء مع مدير عام إدارة الشؤون الفلسطينية، واتفقنا على الدخول في حوار مع إدارة الوكالة، ونحن كاتحاد وضعنا يعني خطة عمل لا تتجاوز 30/3 من العام القادم، بحيث نكون قد وصلنا إلى نسبة التوظيف في المياومة بحيث لا تزيد عن 7.5% في قطاعات العمال والتعليم وقطاع الخدمات بضم الصحة والوظائف الإدارية جميعها. طيب. الآن تفاجأنا أنه حتى هذه اللحظة يعني لم يتم صرف الرواتب، والمفوض العام أعلن يوم الثلاثاء الماضي أمام الدول المانحة بأن الراتب سيكون في موعد أقصى 10
لغاية اليوم لم نستلم الراتب. هناك استياء كبير واحتقان كبير أيضا في كافة الميادين لدى الموظفين، لأنه معروف يعني أن الموظف يعتمد على هذا الدخل في نهاية الشهر، والآن مضى على أي موظف 40 يوم يعني ما بين استلام راتب شهر 10 واستلام راتب شهر 11. هذا عمل أزمة حقيقة اجتماعية وأزمة أيضا اقتصادية، وتعرض الموظفون للضرر من البنوك التي يعني قامت بخصم يعني خصم غرامات أو بتحميل الموظف غرامات على تأخير اقتطاع القسط أو أقساط القروض التي تسددها شهريا، وأيضا أضرت سمعة الموظفين في الأردن وكافة المناطق بأن رواتبهم أصبحت يعني غير موثوقة، وبالتالي هذا سيعيق كثير من التسهيلات التي كنا نحصل عليها من الشركات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك في الأردن. متوقع يعني حسب التوقعات أنه يعني غدا ينزل الراتب. لغاية اليوم الساعة 3 اتصلت في المدير المالي للأنوروة كاملة، قال لي حتى لا أستطيع أعطيك أي جواب. قبل قليل اتصلت مع مدير المالي في إقليم الأردن، قال لي بعد الساعة 3 ما في أي جديد بعد آخر اتصال بيننا. توقعاتنا بما أنه مفوض عام يعني وضع حد لا يزيد عن 10-12 أنه غدا تنزل في بنك أجب، ومن ثم على البنك المركزي، ومن ثم على كافة البنوك. يعني متوقع أنه مع نهاية نهار الغد أو ساعات المساء صباح يوم الخميس يكون الراتب قد وصل، وهذا حقيقة مؤشر سلبي على طبيعة العلاقة التي الآن يعني نشأت ما بين إدارة الوكالة من جهة وموظفي الأونروا واتحاداتهم من جهة أخرى. يعني قد يتكرر هذا التأخر من حيث الآن اللي أنتم شايفينه كوضع للإدارة؟ والله يعني الرسائل اللي يعني جاءت من فوض العام قبل يومين أو مقابلته مع إحدى القنوات كان يعني مؤشر أنه قد يتأخر، وهذا غير مقبول نهائيا. يعني في مثل هذه الأيام من العام الماضي حذرنا من التجزئة في الرواتب أو من التأخير، ولكن العام الماضي كان يعني بعد ما قمنا برفض تجزئة الرواتب وبرفض سحب العلاوة اللي أخذناها عام 2020 بعد زيادة الحكومة الأردنية للمعلمين، باقي الموظفين كانت في للموظفين الأونروا 100 دينار أو 70 دينار حسب درجاتهم، كان تهديد بسحبها، ولكن يعني تم رفض هذا القرار أو هذا التوجه، وتم رفض تجزئة الراتب. تم تأخير الراتب يوم أو يومين، ولكن يتأخر 10 أيام مع تحذير أو إشارة أنه راح يتأخر في الأشهر القادمة. أيضا هذا يعني وضع خطير جدا وسيعمق الأزمة ما بين الموظفين وما بين إدارة الوكالة. طيب هو الآن الأزمة مالية، يعني مش كان في مؤتمرات للمانحين؟ عن إيش أسفرت مع إدارة الوكالة؟ يعني مؤتمر المانحين اللي انعقد في عمان في 29 الشهر الماضي يعني كان هي عبارة عن وعودات، ولكن مؤتمر بروكسل اللي سبقه تم جمع 38 مليون دولار من 60 دولة حضرت، وهذا يعني النتيجة ما كانت يعني حسب توقعات الموظفين والاتحادات، ولم ترتقي إلى مستوى سقف توقعاتنا نهائيا. عندما تجتمع 60 دولة تتبرع 38 مليون بمعدل 600 ألف دولار للدولة الواحدة، مبلغ زهيد جدا لا يتناسب مع حجم القضية الفلسطينية التي تقوم الأونروا برعاية اللاجئين فيها. يعني كم العجز؟ العجز يعني هو كان 96 مليون، الآن وصل ل 60 مليون. 38 مليون ما جمعت رواتب الموظفين، كان في يعني باقي مبلغ معين. يعني الأصل يكون أنه أو تقوم الوكالة بجهد أكبر، ما ينتظروا لآخر يوم في الشهر لجمع يعني رواتب الشهر الذي يعني سيستلمه الموظفون بعد ساعات من انعقاد المؤتمر. لذلك تم التأخير، لأنه جاء المؤتمر متأخر وتبرعات متأخرة، وهي عبارة عن تعهدات، وهذا أثر سلبا على يعني الحقوق وعلى الأجواء النفسية والاجتماعية للموظفين الأونروا سواء في الأردن أو في غيره. وبالتالي ما زال عجز 60 مليون.
حسب إعلانهم عجز يعني 60 مليون. نأمل أنه يسد هذا العجز يعني، ولكن أنه يكون الموظف هو الضحية أو هو الحلقة الضعيفة، هذا أيضا وضع صعب جدا، لأننا يعني نحن في البداية يعني من اللاجئين قبل أن نكون موظفين، علينا تبعات يعني اجتماعية واقتصادية صعبة، فما بالك لما ينقطع الراتب والوضع سيكون يعني أصعب بشكل أكبر. نعم، الأستاذ رياض زغان رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية في الأردن، شكرا جزيلا لك.